متابعة لنفس الملف ونفس الموضوع معنا من الكويت المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج السيد ظافر العجمي. أهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا من خلال شاشة NRT عربية. يعني نتحدث عن هذا الموضوع وهذه الاتفاقية، هل باتت هي أمر واقع بالنسبة بوجهة نظر الكويت، أم أنه يمكن تغيير بنود الاتفاقية والوصول إلى حل بين البلدين؟ تفضل. أولاً أنا الدكتور ظافر العجمي، بس بغيت أعرف من هو ضيفك الكريم اللي قبل شوي؟ حياك الله، كان معنا النائب عن كتلة الأحرار عضو مجلس النواب العراقي مازن المازني. مازن المازني جزاه الله خير تحدث عن مغالطات كثيرة بنى عليه قضيته، فانفندنا هذه المغالطات نصيب في العمق جميع ما بناه. يعني هو تحدث أن العراق لا زالت تحت البند السابع، وكأنه لا يعرف أن الكويت طلبت أن يرفع عنها وتنازلنا عن المطالبة الفورية بالديون من أجل ذلك. اثنين من المغالطات التي قال أن خور عبد الله عراقي كامل، أنا أسأله هل يعرف من هو عبد الله الذي سمي عليه الخور؟ 1813 توفي الشيخ عبد الله بن صباح المسمى عليه هذا الخور. قال أن العراق تخلت عن ميناء أم قصر لصالح الكويت، وهذه مغالطة ثانية. ما حصل في التسعينات هو أن الكويت تنازلت عن أم قصر لصالح العراق وانتقلنا إلى ميناء البحيف، هذه المغالطة الثانية. أم قصر هي كويتية وليست عراقية، إشارة إلى قصر أحمد بن رزق التاجر الكويتي المعروف. فهناك الكثير تاريخية، المغالطات التاريخية، هذا لا يعدو أن يكون تكسب. أما سؤالك عن هل في مجال أن نغير رأينا في قرارات أممية، أعتقد أن هذا الكلام تجاوزه الزمن. في 2013 كما أشار ضيفك الكريم كان هناك بعض الأعمال الشغب من مواطنين عراقيين عند ترسيم الحدود في منطقة صفوان. هذا الأمر نراه كل 8 كل 10 سنوات نتيجة تأجيج بعض السياسيين الذين يتكسبون من هذه القضية. القضية الحالية يحمل لواءها 4 من النواب أو 5 من النواب محسوبين على كتلة تريد إسقاط المالكي العبادي بأي طريقة، وتثير المشاكل في وجه حكومته. فأعتقد أن الكويت خارج اللعبة العراقية بالمرة، ونرجو ألا يتم حشرنا في هذا الموضوع. طيب، البعض يتساءل يعني لماذا يفتح هذا الملف أو موضوع تطبيق هذه الاتفاقية بهذا التوقيت بالذات، ولا يؤجل إلى بعد الانتهاء من تنظيم داعش والمعركة التي تجري فيها العراق؟ هل يمكن هذا الشيء؟ أولاً يؤسفني أن الأسباب نفسها التي أثارت هذا الموضوع هي نفس الأسباب التي تؤخر حسم معركة داعش. معركة داعش المالكي وفريقه لا يريدون حسمها لصالح العبادي، ويضعون العراقيل في طريقة حتى لا ينجز، يثيرون هذه القضية أيضا حتى لا ينجز. إذا قمنا بتأجيل كل الاجتماعات المجدولة منذ سنوات وتتم منذ سنوات بناء على اتفاقيات دولية، فلن ننتهي مع المشاكل الداخلية للعراق. نحن دولة مستقلة، بيننا وبينكم اتفاقيات وقرارات أممية نطالب بتنفيذها. ما يجري حاليا هو أمر تافه جدا، ليس إعادة ترسيم للحدود، ما يجري هو بعض الإشارات الموجودة يتم تجديدها. الكلفة أقرت من الأمم المتحدة أن تكون مناصفة بين الحكومة الكويتية والعراقية، لم تعترض الحكومة العراقية على النفقات التي أنفقتها في ترسيم الحدود السابق، وهو أضعاف طول المسافة المطلوبة حاليا. طيب، هناك من يصطاد هذه الفرصة وليس الكويت التي تصطاد هذه الفرصة. هو الموضوع لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت، عجلة العلاقات الكويتية العراقية. سؤالي حتى التوقيت ليس من الكويت، التوقيت مما نستغل الفرصة. نعم نعم، يعني تحدثت أنه فقط الموضوع عمليات تجديد العلامات البحرية، الموضوع الحديث عن ترسيم حدود وتجديد كما أنت تقول أنه علامات بحرية. ليس هناك ترسيم حدود، ليس هناك ترسيم حدود، ترسيم الحدود منتهي. هذه العلامات الحدودية تجدد، هذه العلامات الحدودية يعاد ترسيمها بعد أن رحلت اليونيكوم أو قوات الأمم المتحدة بيننا وبينكم باتفاق تام من الطرفين، يتم تجديد هذه العلامات الحدودية سواء كانت بحرية أو برية. من اختار هذا التوقيت اختاره لأسباب عراقية لا دخل لها في جدولة هذا الإنجاز الهندسي. طيب، يعني إحدى بنود هذه الاتفاقية يعني ربما تتحدث عن أنه
يحق لي كلا الطرفين أو إحدى الطرفين أنه إنهاء هذه الاتفاقية أو تعديل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بخور عبد الله. يعني لا أعتقد ذلك. هذه قضية سؤالي هنا لو سمحت تفضل. الحديث يعني إذا كانت هذه البنود وهناك بنود أخرى، يعني حتى أعتقد أنه البند الثاني والثالث والرابع، وأيضا أقصد المواد الثاني والثالث والرابع وحتى السادس التي تتحدث عن عدم تأثير هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 833 لسنة 93. الخلط أو الحديث عن موضوع ترسيم الحدود، هل تنظرون إليه بأنه عملية خلط بالأوراق بملف عملية تنظيم الملاحة البحرية مع موضوع ترسيم الحدود؟ يا عزيزي أنا أعتقد أنها زوبعة في فنجان لقضايا عراقية داخلية لأمور انتخابية لتكسب سياسي. يعني هذا الأمر شاهدناه من قبل، شاهدناه في قضية ميناء مبارك الذي تحدث عنه ضيفك الكريم وقال أنه سيغلق الموانئ العراقية. طيب يا أخي أنجزوا ميناء الفاول الخاص بكم وسيكفيكم شر ميناء مبارك. هذه القضايا تثار للتكسب السياسي وتثيرها نفس الأطراف، عاليا صيف ومن على شاكلتها. هناك نواب تخصصوا في مهاجمة الكويت والتكسب الشعبي. طيب طيب هنا نتحدث يعني أنه من يتحدث عن أنه الخور خور عبد الله هو خور عراقي وأنه لا يجب المساس ب يعني هذا الملف أو هذا الموضوع. يعني هذه الاتفاقية لو طبقت هل ستحدد شكل ومعالم هذا الخور لأي طرف من الأطراف؟ خط الثالوك أو ما يسمى بخط أعمق نقطة في المياه بين الكويت والعراق مخططة ومرسمة حتى في عصر الطاغية صدام، ومعروفة حدودنا ومعروفة حدودكم. لم يطرأ حتى جديد في الاتفاقية الجديدة، كل ما هناك هو تجديد لهذه النقاط. ضيفك الكريم أشار إلى أن إيران أخذت شط العرب، هو فعلا جابها صحيح. يعني عدوكم ليس الكويت، إن أردت إذا ضايقوكم الإيرانيون لا أعتقد يجب. أعتقد هذا ما قرأ بالخبر وليس على لسان الضيف، هذا ما قرأ في الخبر فيما يتعلق بشط العرب. حسنا هذا ما قال، لكن العراق أو من في السلطة في العراق كلما ضيقوا به الإيرانيين الأمر تشبث بالكويت يريد اقتطاع تعويضا من حدودها. نحن لسنا المشكلة بالنسبة لكم، لا ميناء مبارك ولا خور عبد الله ولا ميناء الفاو ولا وربة ولا بوبيان. ليست هذه المشاكل بيننا وبينكم، هذه بقرارات أممية وموجودة حتى في زمن الطاغية. طيب الصورة باتت واضحة. المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج الدكتور ظافر العجمي، شكرا لك.